الفنانة سوسن ميخائيل، نحن عم نشوفك راجعة من جديد من إجازة طويلة، نحكي شوي عن هيدا الإجازة كيف قضيتيها؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم بالسينما. تاني شيء راجعة من إجازة، كنت مشتاقة كتير لهي الإجازة، يعني مرقنا بظروف كتير صعبة وكتير هيك ضايقتنا نفسيا، يعني بتعرفي البلد والشغل والقصص والهيك، وصحت لي أني أنا أروح شوف أخي بعد 4 سنين، لقيت فرصة أني أعمل جولة بأوروبا، والحمد لله يعني توفقت ورجعت بنفسية جديدة، وإن شاء الله هيك يجينا شغل حلو لحتى نعطي أكتر وأكتر. نعرفك بتحبي الشوبينج كتير، هنيك كانت الأمور تمام؟ لا والله من ناحية الشوبينج ما كتير تمام لأنه ما في مصاري. يعني ماشي الحال، دبرت حالي. حاليا نحن على أبواب الموسم الدرامي الجديد، نحكي عن تحضيراتك. هلا كنت عم بحكي قبل شوي انه انا في عندي هلا وقعت على عطر الشام ووراء دغري طوق البنات، مسلسلين شاميين، الجزء الرابع والخامس، يعني ما بعرف قد ايه جزء، بس انا بتمنى انه يجيني دور ارجع هيك طلع شيء من سوسن، يعني دور جديد، دور اشتغل عليه. هديك السنه يعني شوي بمسلسل فوضى ارضيت غروري شوي، بس بحاجه لدور هيك يكسر الدنيا. دور مثل شو يعني؟ يعني أنا مثلاً استمتعت كتير برفة عين دور نانا، استمتعت كتير بسكر وسط، شخصية كانت مركبة قوية، يعني بحب الأدوار الصعبة المركبة.